فيه ولا التعليمات ان لو شفت واحد بيتضرب قدامك تفضل واقف صفين تديله التحيه وتمشي، يعني انت مش معزوم ان انت تتفرج على الماتش. دول الثلاث حاجات اللي انا عايز اتكلم عليهم. لو الناس بتقول ان هي نازله جماهير بورسعيد، جماهير اسف الجماهير المصري، تمام، جماهير المصري نازله تحتفل، يا جماعه ما ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل. يعني ال 12 13 الف اللي نازلين يحتفل دول، الاحتفال هيبقى في نص القاعد. سيبك ان ده غلط وان ده مش موجود في العالم كله وان ده ما بتحصلش، واحتفل زي ما انت عايز في 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 المدرجات ولا مع جهازك الفني ولا حاجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل. يعني ربنا اصلا كبير جدا ان هو عايز يفضح ان الموضوع ده موضوع مبيت، موضوع مش 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 وليد اللحظه. مبيت ليه؟ لان كل الشواهد اصلا في صالحك. يعني انت راكب الماتش فنيا، انت احسن من النادي الاهلي فنيا. النقطه الثانيه ان انت كسبان ثلاثه مش كسبان واحد ولا اثنين. النقطه الثالثه يعني ان انت جمهور اصلا مسالم، ما فيش حاجه، ما عملكش حاجه اصلا. النقطه الرابعه ان انت ما فيش حاجه استفزتك خلال الماتش اصلا، يعني لا حكم استفزك ولا جهاز استفزك ولا لاعب استفزك ولا حاجه. النقطه الاخيره ان ربنا ادالك حاجه في الدقيقه الاخيره، في الثانيه الاخيره، ان بيجيب لك بيديك جول. الطبيعي جدا في الكوره في اخر لحظه، الطبيعي اللي احنا شفناه واللي عشناه واللي عاصرناه، لما بتجيب جول في اخر ثانيه يعني بتاخد وقت شويه، بتاخد دقيقتين ثلاثه، تحضن اللي جنبك، تبوس اللي جنبك، تقعد تتكلم، قطعناكوا بهدلناكوا، يعني تاخد وقت شويه. طب بص حضرتك، اول ما الحكم صفر مفيش حاجه، لا نتيجه ولا ولا فوز ولا اي حاجه، اتجاه مباشر على جماهير النادي الاهلي، على جماهير النادي الاهلي، كل الجماهير رايحه هناك. يعني انت الاحتفال كله عند جمهور النادي الاهلي. يا جماعه في ناس ماتت من الخوف. تعرفوا يعني ايه ماتت من الخوف؟ ماتت من الخوف. 16 و17 سنه، ده واحد شايف جيش جاي عليه، جيش، وتقول لي مش متسبب. يعني حتى لو ده مات من غير احتكاك، يعني في ناس احتكاك مباشر بضرب في الراس ولا شنق ولا حدف من فوق ولا، لكن في ناس جاي عليها جيش كامل، فطبيعي جدا ان هو يخاف. انت لو قلت ان في بلطجيه، وهفترض معاك الافتراض ده، ان في ناس بلطجيه ماجوره عددهم 1000، مش هقول لك عددهم 100 ولا 200 ولا عددهم 1000، لو ال 1000 ده راح لوحده، عدد جماهير النادي الاهلي كان 700 800. يعني انت لو جبت لي 200 300 هم الماجورين ولا 400 ماجورين وطلعوا لوحدهم، ما سهل السيطره عليهم. لكن انت ساهمت حتى بنزولك ده، ما هو ال 12000 مش ماجورين ولا ال 13000 مش ماجورين، لكن نزلوا كلهم بشكلهم ده، برعبهم ده، بطريقتهم اللي راحوا عليها، خوفوا الناس ورعبوا الناس وادوا مساحه للناس اللي طالعه المدرجات انها تضرب وتهين وتقتل بتصرفهم ده. لو هتقول لي ان دول بلطجيه برضو، او ان دول بلطجيه وبعضهم ممكن بالتاكيد يبقى بلطجيه، البلطجي ده مش هيطلع ياخد فانيله حد يا كابتن مدحت طبعا، مش هيقلعوا التيشيرت ويضربوا في التيشيرت وياخد التيشيرت ويمشي. يعني ما خلينا نكون منطقيين. الحاجه الثانيه اللي الناس بتتساءل عليها، يعني الماتش ده كان ممكن فهيم عمر ولا سيد عبد الحفيظ ياخد قرار ان هو ينسحب، او ياخد قرار ان فهيم عمر يلغي الماتش. انا وبرضه بقول وجهه نظر الشخصيه، الكارثه دي ما كانش هتحصل غير في ثلاث مواقف بس. واحد، ان احنا ما نروحش بورسعيد اصلا، يعني ما كناش رحنا اصلا بورسعيد. اثنين، ان الجهات الامنيه تكون مامنك صح، حتى لو العدد اللي في جماهير المصري قد كده مرتين. صح، حصل السنه اللي فاتت كان الموقف اصعب بكثير جدا السنه اللي فاتت، وتامننا من الجيش كان مامن الماتش وتامين زي الفل. الحاجه الثالثه والاخيره، ان كابتن فهيم عمر كان يلغي الماتش في الصواريخ واحنا بنسخن، مش بعد الهدف الاول ولا بعد الهدف الثاني، واحنا بنسخن. ودي سببها عندنا ان جماهير الاهلي ما كانتش جت اصلا. جماهير الاهلي ما جاتش غير مع بدايه الشوط الاول او قبل بدايه الشوط الاول بثلاث دقائق. ما نزلنا سخنا، كانت الجماهير لسه ما جاتش، او العدد الكبير للجماهير كان لسه ما جاش. لكن كابتن فهيم عمر لو كان رغى الماتش بعد الهدف الاول او بعد الهدف الثاني او بعد الهدف الثالث، كانت حصلت افظع من كده مليون الف مره. لان هيبقى ساعتها يعني هو السبب وهو اللي هيتعلق على المشاكل. ولو انا سحبت الفرقه وانسحبت من الفرقه او لغيت، برضه كنت يعني، وبرضه هرجع اتكلم، والاعلام كان هيلومك، هيتقال يا جماعه اصل بورسعيد ده اخرهم ان هم، او اسف جماهير المصري، بلاش اخلط، يعني جماهير المصري اخرهم ان هو يعني بيستنى ماتش الاهلي، بيستنى للسنه، وانت ليه تستفز، وانت اللي عملت كده، وانت اللي سويت كده، وانت اللي يعني اللي عملت. لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يكشف الموضوع على بياض، عايز يقول كل حاجه كده. ده تحليل انا الشخصي، ثلاث حاجات مش عايزين
نفصلهم. لا لا، تحليل في محله 100%. الامن وجماهير المصري، جماهير مصر ما كانش على بورسعيد، ويعني لا قدر الله لو حصلت حاجه في بورسعيد في الوقت الحالي، كل سكان القاهره لو حصل حاجه لا قدر الله في بورسعيد، وحد جه حد من خارج مصر، ما فيش حد هيبقى في القاهره، كله هيبقى في بورسعيد، والعكس صحيح. لكن ده جمهور المصري، تمام، ده جمهور النادي المصري. وهسال سؤال، يعني هي مصر المقاصه بتلعب ما بتلعبش في الفيوم ليه؟ التليفونات منسوفه ما بتلعبش في الفيوم ليه؟ جهات امنيه؟ نعم مظبوط، جاوبني يا كابتن. مظبوط، جهات امنيه. وفي افظع من كده يا جماعه، ده انا ما فيش مره رحت بورسعيد او رحت برضو افصل المدينه، رحت العب في بورس في مع المصري، رحت العب مع المصري والماتش عدى بشكل سليم. مش ممكن، مش ممكن ابدا. في حين ان يعني حضرتك اكبر مني سنا ومقاما، وكابتن الاستاذ حسن اكبر مني سنا ومقاما، والاستاذ فتحي اكبر مني سنا ومقاما، طول تاريخنا هات مره بس لنادي المصري ده القاهره وازازه، ازاز العربيه او ازاز الاتوبيس اللي هو فيه يعني اتخرج بس مره واحده، مره واحده ما حصلش. ومع ذلك كل سنه، كل سنه يحصل حاجات كتيره جدا بالشكل ده، واحنا نقول يا جماعه احنا كبار واتعلمنا كده واتقلنا كده، واحنا بدورنا نقلنا للعيبه. لكن لو الامر بالشكل ده، طب يا جماعه طب ما قولوا لنا بقى، يعني ما ينفعش النهارده عشان توقع لي 74 واحد او 76 واحد هم مستقبل مصر، يعني كلهم ناس مثقفه وناس معلمين متعلمه وناس كل ذنبها انها بتقول اهلي اهلي او بتقول النادي اللي بتحبه، يعني هو ده ذنبه؟ وفي الاخر تيجي عايز تطلع الموضوع ان هو ناس من بره، واحد يطلع لي في الفضائيات او عمال يلف على الفضائيات، والشعب يا عم نفصل ما بين شعب بورسعيد وجماهير مصر. يا جماعه نطلع عندنا شجاعه نقول انا سيد عبد الحفيظ بقول لكم دلوقتي انا اسف جدا، اسف جدا، لاني ممكن اكون ساهمت بفكره او بكلمه، وكلنا مذنبون على راي احمد زكي، كلنا مذنبون. يعني مش لما نوصل لحاله زي بالشكل ده في الوقت ده، يبقى كل واحد يراجع نفسه ولو دقيقة واحدة. يا جماعة احنا في وقت يعني ان شاء الرحمن البلد عمرها ما هتقع، لا اطلاقا ابدا، يعني عمرها باذن الله ما هتقع ان شاء الله، لان هي يعني ده وعد ربنا سبحانه وتعالى. بس يعني كل واحد يراعي ضميره مرة بقى، ويقف شوية ويتكلم، والموقع اللي جت دي او المذبحه اللي جت دي، معلش انا طولت واستخدمت، لا بالعكس. لكن يعني لو حضرتك عايز تسال في حاجه، بس كنت حابب ان انا اوضح الدنيا بشكل كبير. يعني لا انت وضحت كل حاجه الحقيقه كابتن سيد، والبقاء لله، وانتوا عشتوا تجربه اليمه وعصيبه، وربنا يا رب يعني يمحيها لكم من ذاكرتكم، لانها تبقى لحظات اليمه. ولكن انا بتفق معاك انه اولا طبعا ده جمهور المصري زي ما انت اكدت اكتر من مره في حوارك، وليس اهل بورسعيد، ده الامر الاول. الامر الثاني لابد من القصاص، وانت طمنتنا ان انت لما رحت الاسماعيليه شفت العمل على قدم وساق في النيابات، والناس ما بتروحش زي ما انت اكدت علينا بتوع النيابه. ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل جدا يعني هتثلج كل الصدور باذن الله كابتن سيد بالاعلان عن القتله اللي لابد ان يقتص منهم بحق هذا المجتمع باذن الله. اتمنى يا رب كده، واتمنى يا رب تبقى هي الحقيقه، وده اللي انا لاحظته النهارده. واتمنى، لان انت مش مستحمل حاجه، الموضوع قال له ابعاد كتير جدا، موضوع لا هو محمد محمود ولا ماسبير، موضوع له ابعاد كتير جدا كان نتيجتها للشكاوي اللي بتيجي من بورسعيد دلوقتي. احنا مش عايزين كده، واتمنى وانا متاكد ان الحاجه الوحيده اللي هتريح الناس واللي هتريحنا واللي هتريحك واللي هتريح اهل بورسعيد نفسهم واللي هتريح الجميع، ان تشوف اللي عمل كده او كان متسبب كده، ايا كان بقى وظيفته، ايا كان مدير امن، محافظ، جمهور، مسؤول، ايا كان، يتعاقب ويبقى في عقاب مماثل. ناس راحت فقدت ولادها، واحده فقدت ابنها الوحيد، واحد فقد ابنه الوحيد. طيب. لازم يبقى في القصاص العادل والسريع ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك كابتن سيد، اشكرك شكرا جزيلا.